كقيمة تسويقية اون جيبل يعني تنجم ما نعرفش انا بسيكونس نتاع دقيقة ونص مباك سيدي بوسعيد حمامات سوسة قمرة جربة نجم تعمل لك 20 مليون فيو نجم تكون أحسن سفيرة للسياحة في تونس. اون جيبل كما حكينا في حصة السابقة قلنا البلاد هذه ولادة للأبطال وديما مالجري نحن شو نقولوا من رحم المعاناة تولد الأبطال صح. لأنه إحنا تعقيب على كلام سي يوسف ما عندناش ملاعب نتاع تنس وما عندناش تقنيات إيه والله كثروا ولاو كثروا للأمانة كثروا تو في الحمامات في نابل في المرسى ما تشوفش في تونس العاصمة في الانتريور ما فهمناش في متلوي وفي سليان وفي القروان وفي قفصة وفي تطاوين ما عندناش تقاليد أنا نأمن بالاختصاص راهو عامرة إيه رغم نحب نقول حاجة رغم إنه تو مميزة معناها معناها وعالمية أونس جيبل لكن راهي ضيعت عديد الألقاب والتتويجات اللي كان في المتناول نتاعها نقول أنا إن شاء الله تكون معناها الخطر مشكلتها تحسها مونتال ديما في المسافات الأخيرة إن شاء الله يا ربي معناها إن شاء الله نشوفوها بطلة في دورة كبيرة كما رولان غاروس يعني من الدورات المفتوحة الكبيرة كما ويمبلدون كما رولان غاروس وإن شاء الله كما ربحت كلارا تاوسن إن شاء الله المنافسة السابقة اللي هي المصنفة الثالثة عالميا اللي هي جوجو غوف إن شاء الله تنتصر عليها وإذا كانت عديت هذه تنجم تكون إن شاء الله شامبيون.